بالنسبة إلى الحمل، إذا أراد الزوج أو الزوجة الولد وامتنع الطرف الآخر، فقول من يقدم؟ الزوج أم الزوجة؟ أم لا بد من رضاهما معا؟ يجوز للمرأة الامتناع من الحمل، فلا بد من رضاهما معا. إذا كانت الزوجة تصرف وتنفق على زوجها لعدم عمل الزوج، فهل وجوب التمكين يسقط عنها أم يبقى عليها؟ إذا كان عدم الإنفاق عدوانا فيسقط وجوب التمكين، وإلا بأن كان لعذر أو حسب الاتفاق فيجب. هل يجوز استرجاع ما وهبه الزوج للزوجة حتى لو كانت من الأرحام؟ لا يجوز في فرض السؤال حتى وإن لم تكن من الأرحام. ماذا تفعل المرأة لو كانت متضايقة من معاملة زوجها لها لأنه لا يراعي مشاعرها ويحرجها أمام الآخرين ولا يحترمها، مع العلم بأنها تحترمه؟ ما الحل؟ كيف تتعامل معه؟ الحل هو ما جاء في القرآن الحكيم، حيث يقول سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مضافا إلى أن جهاد المرأة هو حسن التبعل وإن كان بعلها لا يحسن معاملتها. ما هو الحكم الشرعي في حالة هجر الزوج لزوجته 3 سنوات؟ لا يجوز للزوج المؤمن أن يهجر زوجته إلا لعذر شرعي، ومع الهجر حتى لو كان بعذر فإنه يجوز للزوجة أن تصبر على ذلك، ولها أجر وثواب، ولها أيضا إذا كانت في عسر وحرج أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وتطلب منه أن يأذن لها بالطلاق.